تعد الجريمة الإلكترونية صنفاً من أصناف الجرائم، إلا أنها تختلف في كونها فعلاً يطبق باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت، فلم تصبح الجريمة مقتصرة على الشارع، بل أصبحت تهدد كل أسرة جزائرية من وراء شاشة حاسوب أو هاتف. وحسب معطيات نشرتها مجلة الشرطة في عددها الأخير لشهر مارس، فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني 2130 قضية تتعلق بجرائم الإلكترونية، تم حل 1570 منها خلال سنة 2017. وعن عدد القضايا المعالجة من طرف مصالح الشرطة الإلكترونية، عدد القضايا التي تم حلها يمثل نسبة نجاح تقدر ب 73.71%، توقيف 2101 شخص متورط من بينهم 2026 شخصاً بالغاً و 75 قاصراً. سجلت مصالح الشرطة الإلكترونية 2704 ضحية للجرائم المتصلة بالإعلام الآلي، من بينهم 2300 شخص بالغ و 188 قاصراً و 216 شخصاً معنوياً. أنواع القضايا المعالجة هي كالتالية: 1511 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص كالسب والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة في الفضاء الافتراضي، وتضرر من هذا النوع من السلوكيات المنحرفة 2381 شخصا من بينهم 149 قاصرا. جرائم الابتزاز عن طريق شبكات الانترنت، بلغ عدد القضايا المتعلقة بها 47 قضية، أغلبها يتعلق بعروض عمل وهمية للحصول على المال، وراح ضحيتها 73 شخصا بالغا. تسجيل 49 قضية متعلقة بالاعتداء على القصر، متعلقة بأفعال غير أخلاقية ومخلة بالحياة، وراح ضحيتها 31 قاصراً. عالجت مصالح الشرطة القضائية 28 قضية اعتداء على الأنظمة المعلوماتية والبريد الإلكتروني ومواقع إلكترونية لمؤسسات وخواص من خلال محو أو تغيير بيانات، راح ضحيتها